الحين شوفوا ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم فيديو راح يكون عن روتين مسائي. طبعا هلا دخلت على البيت، وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصيركم كل جديد وعشان نجماتي يكتر اكثر واكثر واكثر. وهي شنطات الاكل تبعتي وهي شنطات المدرسه اللي بحط فيها الكتب، وانا عم بشوف لكم فيديو عليها، يعني عم بشرح لكم اياها، واذا ما شفتوها روحوا شوفوها. وطبعا هاي صدريتي، وطبعا البنات عندهم اياها لونها غوزي والولاد عندهم اياها لون ازرق. والله عم بشيل صدريتي، وهلا بدي اغسل ايدي واغسل وشي واكل، هذا اهم شيء طبعا. وكمان حبيت افرجيكم هدول الرسومات اللي حطيتهم هون، هيك صور حطيتهم. والله غسلت ايدي، وطبعا انا تغديت معكرونه، وبالمدرسه اكلت سندويشه، بس انا ما صورت لكم المعكرونه بس نسيت. طبعا وانا لما بجي على البيت مو حالا يعني بدخل اعمل تمارين، يعني برتاح شوي، بتفرج تليفون، بلعب شوي وهيك، وبعدين يعني بعمل تمارين. والله انا بدي اتفرج، والله بدي افرجيكم على ايش بدي اتفرج. والله انا عم بختار شي شغله. والله راح اتفرج على هذا. وإذا ما شفتوا هذا الفيديو روحوا شوفوه. وأنا هلا بدي أقعد أتفرج. والله أنا تفرجت وخلصت، وهلا بدي أسيب عشان أقوم أدرس. طبعا انا هلا راح ابلش ادرس. طبعا انتم اكتبوا لي بتعليقات اذا بلشتوا امتحانات، لان احنا كثير قريب راح نبلش. وطبعا انا ما جبت دفتر اجتماعيات وتربية اسلامية، فهلا بدي اكتب الدروس وكتبتهم بالورقة. والله بدي اكتبهم. طبعا عندي التاريخ والجغرافيا. بدي اكتب هون، حكتب تاريخ طبعا. طبعا نحن من نوفمبر هلا، نوفمبر. طبعا انا مثل ما قلت لكم نسيت الدفتر، وهي الورقه اللي كتبت فيها الدرس هيك. والله بدي اكتبه هون بالصفحه، ويلا. طبعا هون راح اكتب الملخص. طبعا هلا بدي اكتب هذا كله وبرجع لكم. والله انا خلص وبدي البس لبس البيت، ويلا. دايما لما نلبس اللي نشلح هون علقه. والله بدي اقول لكم شغله، لما انا بروح على المدرسه بحاول اخلي شعري مضفر، لما بنام كمان بخلي شعري مضفر، يعني دايما بخليه مضفر هيك انه احسن. والله قدرنا عن العشاء، والله بدي اروح اتوضى عشان اصلي. والله بدي البس العشاء عشان اصلي 4 ركعات. والله ابلش. والله لما نصلي ونخلص لازم نشيل هذا
الحجاب والهاد يعني نرتبهم، يعني ما نحطهم هيك ونزتهم بالأرض، لازم نشيلهم نرتبهم. والله أنا طويتهم يعني ما زتيتهم وزتيتهم بالأرض، والله أنا طويتهم، والله بدي أحطهم محلهم، والله في الفوضى اللي عملتها بدي أرتبها وما حخليها هيك. وهلا هذا هو استعمال الزمن تبعي، وهلا بدي ارتب الشغلات تبع نهار الاربعاء، والله بدي اطبقها عشان احطها برات البيت يعني جنب الباب. وهذول كمان بدي احطهم برا، طبعا هاي هي صدرتي وهذا الجاكيت لانه الصبح بيكون في برد. والله بدي احفظ ضفراتي وصلي ويلا. والله بدي اسمحه، دايما بدكم تصلحوا شعركم بالصبح وبالمساء. والله أنا تعشيت وبدي أفرش أسناني عشان أتحضر على النوم، ودعاء النوم لازم نقوله لما ننام، وطبعا أنا لسه بتعلمه يعني لسه ما يعني شوي بتخربط فيه. وهلا بدي أقلكم إياه، باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إنا مسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أطلقتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وهو هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم، وهذا الفيديو كان على طلب متابعيني، واليوم عملت لكم الروتين المسائي، انتظروني في فيديو قادم بروتين صباحي. وهو هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات، وباي. أنا هلا راح أنام.